اهلا بيكم مشاهدينا، واخر فقراتنا النهارده في نهارك سعيد، وهنخرج بقى من جو السياسه وجو المشاكل. خلونا نتكلم فيما يخص الطاقه البشريه، ويمكن الطاقه البشريه علم مهضوم عندنا في بلدنا، او التنميه البشريه بمعنى اصح، وبتشمل الطاقه البشريه. والطاقه البشريه ممكن نشوف اكبر مثال ليها عملي لينا مثلا يوم 30 يونيو، يوم 25 يناير، يوم 3 يوليو. ازاي طاقه البشر ممكن تغير حاجات كتير جدا كنا متصورين ان هي ممكن ما تتغيرش، لكن الطاقه دي ممكن تبقى سلبيه وممكن تبقى ايجابيه. والطاقه السلبيه، البني ادم اللي بيشع طاقه سلبيه بيطفح على حواليه، بالعربي زي ما بنقول بلد يعني، او بينشرها اللي حواليه، واللي عنده طاقه ايجابيه برضه بينشرها. ازاي نعرف نستخدم طاقتنا الايجابيه، طاقتنا السلبيه؟ ازاي نعرف نستخدم الطاقه البشريه بشكل عام؟ ده هيكون محور حديثنا مع دكتوره هناء محمود طلب، خبيره التنميه البشريه. صباح الخير. صباح النور. الاول خلينا نتكلم بتعريف الثروه البشريه. الحقيقه الثروه البشريه هي المحرك الاساسي للكون، يعني رب الكون سبحانه لما خلق الانسان كرمه، خلق الكون كله مسخر من اجله، من اجل تعميره ومن اجل تنميته بشكل معين، فمفروض ده دورنا. ويعني لو بصينا لمصر تحديدا والقاره الافريقيه بشكل عام، هنلاقيها من القارات الغنيه جدا بالثروه البشريه ولكنها غير مستغله. مش بس بالثروه البشريه، الثروه البشريه تعد جانب من جوانب الطاقه او الثروه الطبيعيه بشكل عام. فالقاره الافريقيه غنيه جدا بالثروات الطبيعيه الغير مستغله، واحداها الثروه البشريه، وهي اهمها، لازم ننميها بقدر معين عشان نقدر نستثمر القارة بشكل جيد. طيب، أكبر مثال للطاقة البشرية واستغلالها الصين، أكتر من مليار ونص، ويعني ما أعتقد إن هم عندهمش مشاكل اللي عندنا، ما عندهمش مشاكل المرور، ما عندهمش مشاكل كتير. لكن إزاي نقدر نستغل الطاقة البشرية لبشر كتير جدا بالملايين؟ الصين عملت إيه وإحنا ممكن نعمل إيه؟ الحقيقه باستثمار الطاقات الكامنه داخل كل انسان، احنا عندنا المهارات البشريه قدرات غير محدوده وقدرات هائله جدا، ولكن نادرا لما بنستخدمها. يعني انا في بعض الاحيان بحس ان الشباب ممكن يكسل ساعات يشغل عقله، يعني ممكن يبقى عارف المهاره وممكن يقدر يستخدمها ازاي لكن مكسل يجرب. فاحنا هنا عندنا قدرات كامله لا محدوده، لو ادينا لها قدر من التحرك او قدر من القوى المعينه ان احنا نبدا نشتغل عليها، هنلاقي نفسنا استثمرنا القوه دي بشكل معين. القوه دي محتاجه ايه؟ محتاجه تدريب، محتاجه تنميه، محتاجه تطوير بشكل معين. طيب، حضرتك قلتي كلمة مهمة جدا، الشباب بتكسل تستخدم عقلها. واعتقد انه مش الشباب بس في بلدنا، ده في كبار في السن وناس كبيرة قوي في السن ما بتستخدمش عقلها، وممكن طول الوقت عمالين بنسمع عن حلول وطرق قدامنا لحل المشاكل، لكن مش عارف هو ايه اللي موقف الناس. هل بيبقى زي ما بيتقال انه اسهل حاجه انك تاخد القرار لكن اصعب حاجه انك تبتدي تنفذه، ولا هل ده بيبقى احباط داخلي فالبني ادم بيبقى عنده احساس انه ما فيش فايده كده من الاول، ولا هل ده احباط خارجي حد بيحبطك وبيقول لك لا انت فاشل فانت طول الوقت تحت الضغط ده، ولا هي المشكله فين عندنا؟ هي المشكله في الانسان ذاته، لان رب الكون سبحانه فصل لنا الامر وقال لك ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. فاذا لو انا عايز استغل الطاقات الكامنه اللي عندي وعايز استغلها بشكل كبير هقدر، ولكن فقط عليا اخذ القرار. يعني كنت دايما بقول في التدريبات بتاعتنا، انت كل يوم مع شمس جديده انت كمان انسان جديد بطاقات جديده بقدرات جديده، عايز تستثمرها بشكل كويس اوكي، بس عليك فعلا انك تاخد القرار لده وتبدا تتحرك عشان تاخد خطوات فاعله. يمكن برضو بنترجمها في كلمه نجاح، ان النجاح اوله نيه طيبه او نيه ايجابيه، ان انا بحلم ان اكون حد كويس، لكن النيه لوحدها مش كفايه، الجيم بقى لازم اخد جهد لعمل او لتدويج هذه النية. الالف الاصرار والاستمرار على ده، ان انا مش بس انوي نيه طيبه وكمان اعمل المجهود المناسب بالشكل المناسب، لا ده انا كمان لازم اصر واستمر على هذه الخطوات، حبك لعملك والمحاوله الدائمه. اذا عملت الخطوات دي هتوصل لنجاحات معينه بقدرات معينه. وفي امثله كتير في المجتمع. الحروف تانية واختصاراتها. نون نيه ايجابيه صادقه، الجيم اللي هو الحلم بتاعك ان انت نفسك تعمل حاجات كتير، النون. الجيم بقى الجهد ده، ان انت هتعمل الجيم دي، هتاخد ايه الخطوات الفاعله عشان تتوج النيه. ما انا مش كفايه احلم، يعني مش مجرد ان انا حلمت حلم جميل هصحى الصبح الاقيه اتحقق، لازم اخد جهد معين. وهنا عند الجهد برضو بنتوقف شويه، ان الله لا يضيع اجر من احسن عمله وليس من عمله. فهنا برضو عند الجهد لازم الجهد يكون مظبوط ومنمق بشكل كويس ومنسق، او ان احنا بنعمل الجهد المناسب لهذا العمل او لتتويج هذه النيه.
الألف الإصرار والاستمرار على هذه المجهودات أو على هذه الخطوات. أنت خلاص بدأت وخدت خطوات فاعلة عشان تتوج النية بتاعتك أو الحلم بتاعك وتحصل عليه، سر واستمر. يعني مش مجرد ما كان في عقبة تقابلك، يعني دايما بنقولها أن للفشل أعمدة، أو سوري للنجاح أعمدة هي الفشل. يعني الفشل ما بقاش واخده خطوة أن أنا أتوقف عندها، لا ده أنا أخده عمود للنجاح بتاعي وسلمة أصبو عليها أو أطلع عليها عشان أوصل للنجاحات بتاعتي. والحق لحبك لما تعمل، خلاص أنت حلمت حلم جميل، لو أنت ما خدتش الخطوات عشان تحققه محدش هيحققه لك. فلازم تبقى حابب باللي انت بتعمله وراضي عنه رضا كامل، ومحاوله دائما انك تحاول مره واثنين وثلاثه الى اخره من المحاولات. واعتقد ان احنا لو كنا كتبناهم كل تفسير نون وميم والف وها نجاح وقعدنا نتامل فيها هتفرق معانا كتير. لكن هو السؤال، احنا دلوقتي البلد وضعها صعب، بقى لنا 3 سنين ما يعلم بيهم الا ربنا. الناس طبيعي من كتر اللي هي شايفاه والموت والدماء اللي بتسيل وشهدائنا، ده بيسبب طاقة سلبية عند ناس كتير وبيسبب صحيح. إحباط عند ناس كتير. إزاي نقدر وسط كل ده يبقى عندنا طاقة إيجابية؟ إزاي نقدر نعمل زي قائد الجيش فريق أرى الفتح السيسي ورده وصموده وإن إحنا واقفين؟ وإزاي نقدر يبقى عندنا الطاقة الإيجابية دي زي ما قائد الجيش عنده الطاقة دي؟ الجندي المصاب اللي شفناك غالبيه الناس شافته في التلفزيون والله يرحمهم شهدائنا امبارح ويقوم بالسلامه المصابين، ازاي عنده الروح دي رغم ان هو مصاب برضه عنده الروح دي ومصمم؟ ازاي نقدر نعدي بقيه الشعب بهذه الطاقه الايجابيه؟ الحقيقه حضرتك قلت نعدي، هي فعلا الطاقات معديه. يعني انت الاتموسفير بتاعك كل ما يكون طاقتك ايجابيه بتبث الحماس والطاقات الايجابيه في الناس اللي حواليك، والعكس لو انت بتشيع طاقة سلبية معينة انت ممكن تبقى جاي الصبح مثلا بطاقات سلبية واصحابك كلهم يبقوا كويسين، مجرد ما دخلت بدأوا ياخدوا المود منك. فانت كذلك برضو هرجع اركز على انت الشخص ذاته، انت اللي في ايدك تعمل كل حاجة. ازاي يقدر يعمل ده بطريقة تفكيره والاحباط اللي عنده والظروف المعقدة والظروف المعيشية اللي احنا فيها وبنقعد كتير في المواصلات ومخدودين طول الوقت، ازاي نقدر نحول دي؟ لانه غالبية الناس عندها اعتقاد انه انت لازم تحصل لك حاجة كويسة علشان تقدر تحس انك ايجابي وان مودك كويس وانك تبقى فرحان. وعلى حدود معلوماتي العلمية الضيقة يعني انه لا مش شرط، انت ممكن تحط نفسك في المود ده وتفرده على نفسك وبعد شوية هتبقى انت فعلا في المود ده. واعتقد احنا محتاجين جدا نفهم ده، ازاي نقدر نحول الطاقة السلبية لطاقة ايجابية، لانه في الاخر الطاقة هي الطاقة، بس ازاي هنوجهها؟ تمام، زي ما قلت لحضرتك هي الطاقة أو قانون التغيير بالفعل بيبدأ بتغير المفاهيم. يعني دايما بنقول تغير الحياة يبدأ بتغير المفاهيم. فإذا كنت عايز تحصل على حياة جديدة مليئة بنجاحات مليئة بأتموسفير خارجي بنفس العوامل، يعني احنا بنقول إن للفشل أعذار وللنجاح أسباب، هي نفس الأعذار وهي هي نفس الأسباب. في قصة صغيرة كده، إن كان في أخين توأم متربيين في نفس البيئة، يعني طلعوا بنفس الأسرة بنفس كل حاجة، فواحد طلع عالم في مجال الطب والتاني طلع يعني انتهى بيه الحال للسجن، كان مجرم وحاجه زي كده. فده استوقف بعض الصحافه، فاحد الصحفيات راحت عملت لقاء مع الاثنين، فراحت للمجرم الاول بتقول له انا عايزه اعرف ايه اللي وصلك للحاله دي، يا ترى انت، يا ترى المحيط اللي بيك، او ايه اللي حصل بالظبط؟ قالها انا مش هرد عليكي غير باجابه واحده بس، انت لو شفتي الحياه اللي انا عشتها والظروف اللي انا مريت بيها هتعرفي السبب اللي انا فيه. فقالت كويس، يبقى ده مع اعذاره معينه هي اللي وصلته للحاله دي. فقالت خلاص اروح بقى اشوف التاني عمل ايه او قاوم ازاي عشان يصبح بالدرجه دي من العلم او ياخد الجوائز دي. فراحت للشخص ده بالفعل برضو واتكلمت معاه، قالها انا مش هرد عليكي غير باجابه واحده بس، قالت له احب اعرفها، قال انت لو شفتي الظروف اللي انا طلعت فيها كنت هتعرفي ايه الاسباب اللي دفعتني للنجاح. فاذا هي نظرتك انت وطريقه بالزبط. تفكيرك انت الشخصيه مش اي حاجه تانية. يعني ممكن نفس الحاجه ونفس العائق أو الشيء اللي أنت بتشوفه أنه بيستوقفك ممكن تخليه إيجابي، زي المواصلات، زي زحمة المواصلات. فعلا إحنا دلوقتي يعني ممكن أقعد بالساعتين والثلاثة في مشوار ممكن ما ياخدش ربع ساعة أو تلت ساعة نظرا للدنيا الزحمة، ممكن أخد الوقت ده في أني باخد قرار جديد أو بفكر في حاجة، بقرأ كتاب، بستمع لحاجة معينة، لأن يوم الإنسان هو 24 ساعة. طريقة استثمارك ليه هي اللي هتخليك أنت عندك قدر أكبر من الفكرة أو الثقافة أو الآخرة. هو ده بقى المفتاح اللي أنا بدور عليه دلوقتي. ناس كتير جدا صاحية من النوم فاتحة التلفزيون ممكن تكون شايفانا، تقول يا جماعة الكلام ده نظري ظريف جدا، لكن هنعمله ازاي في حياتنا؟ عندنا شباب كتير
مش لاقيين شغل، عندنا شباب كتير مش عارفين يخططوا حياتهم ازاي، ممكن يكونوا كتير دخلوا كليات علشان بس المجموع، ناس كتير محتاجة ان هي تعرف ازاي تستثمر وقتها، ازاي ممكن برغم ان هو ما عندوش شغل ان هو يستثمر وقته ويستثمر في نفسه وينمي قدراته ويقدر يبقى جاهز ان هو يشتغل، او ممكن يعمل حاجة مفيدة ويشتغل حتى من البيت، لانه عالم الكمبيوتر خلاص والانترنت بقى مخليك ممكن ناس كتير جدا الثورة نفسها اتعملت على الانترنت والناس خرجت بعد كده الشارع. فلو واحد قاعد في البيت دلوقتي بيتفرج علينا، ايه الخطوات اللي تقوليها له لما يصحى من النوم؟ اعمل واحد اثنين ثلاثة أربعة بالطريقة الفلانية، هتقدر تنمي قدراتك وهتقدر تتقدم لقدام، حتى لو مفيش في اللحظة دي، في اللحظة اللي احنا بنتكلم فيها في تحسن لحظي، لكن هيكون عندك طريق وتقدر توصل لنجاح. احنا لو قلنا ده في خطوات بسيطة جدا، هقول له اصحى من النوم قول صباح الخير وابتسم لنفسك في المراية واشكرها. اول حاجة احمد ربنا على نعمة الحياة انك لسه حي، واحمد ربنا على الحاجات اللي عندك مش عند ناس اخرين. وممكن نبقى نضرب بعض الامثلة لناس كتير عملت نجاحات وهي عندها ممكن ما يكونش عندها لا سمع ولا، زي هيلين كيلر مثلا يعني، اللي كانت بتشوف ولا بتسمع ولا بتتكلم ومع ذلك قدرت توصل لنجاحات. وبرضه عالم فيزياء اسمه ستيفن هوكينج تقريبا برضه عمل نجاحات كتير جدا على الرغم ان هو اصيب وهو عنده 7 سنوات بمرض وقالوا له خلاص انت هتموت كمان سنتين. فاحنا هنقول بالظبط خطوات فاعله خالص، ان انت هتصحى من النوم تبص في المرايه تبتسم ابتسامه سعيده وقويه حقيقيه، لان اللي بيخرج من القلب بيوصل للقلب. فانت صدق نفسك الاول وخد القرار القاطع لده، ودي طريقه من طرق اعمال اللاوعي، انك بتاخد القرار القاطع للشيء وبتوعد نفسك بيه وبتقول لنفسك بمنتهى القوه من اليوم انا انسان جديد استطيع تحقيق ما اريد، فقط علي اخذ القرار. خده بقى دلوقتي معانا، ما تستناش يعني، خده دلوقتي قول ان انا خدت القرار للتحديد او للتغيير الايجابي بشكل ايجابي، وفكر في فكره معينه واحصل عليها، ابدا اجذب الافكار الايجابيه لنفسك. يعني انت لو دلوقتي قمت من النوم واخدت الشاور بتاعك ونزلت وليكن عندك انترفيو في مكان معين، ابدا فكر فعلا انك رحت الانترفيو بتاعك وخدت الخطوات والراجل او المدير بتاعك استقبلك بشكل جيد وان انت نجحت بالفعل واستقبلت النجاحات بتاعتك. وتخيلها، دي بنسميها تخيل ابتكاري، تخيل نفسك في النجاح وتخيل نفسك في الوضع الحقيقي وارجع للواقع عشان تطلع بنفس الطاقة دي. مرة أو اتنين أو تلاتة ممكن ما تجيبش نتيجة، لكن يوميا مع كل نهار جديد ومع كل شمس جديدة أنت كمان إنسان جديد تستطيع تحقيق ما تريد، فقط عليك أخذ القرار. ولو حتى ما عنديش انترفيو أبتدي أقرأ، أبتدي أدور، أبتدي أشتغل. بالظبط وهكذا. أفكارك أنت بقى كل واحد على حسب هدفه الشخصي، أنت قوم خد خطوات. أهم حاجة اقرأ، اطلع على النت، ابدأ اعمل سيرفي، اعمل سيرش على الوظائف، هتلاقي وظائف كتير. مفيش خالص فكر فكرة مشروع، يعني في حاجات كتير أنت ممكن تعمل منظفات من البيت، ممكن لو بنوته تعمل اكسسوارز وتبيعها، ممكن في كذا حاجه وحاجه ممكن تحولك من مجرد شخص عادي لشخص بزنس مان كبير. بس خد القرار لده وابدا فكر لده وخد الخطوات الفعاله انك فعلا تعمل ده. خد القرار والحركه بركه، الجهد 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 بركه. والعمل. دكتوره هناء محمود طلب خبيره التنميه البشريه، بنشكرك جدا ونتمنى الناس تستفيد من ده. نورتينا، ميرسي، نهارك سعيد. نهارك زي الفل. مشاهدينا دي كانت نهايه فقراتنا النهارده، اعتقد انه ختام يومنا بطاقه ايجابيه، يا ريت كل واحد يشحن طاقاته الايجابيه، يا ريت كلنا نشتغل، ما حدش يقعد يتفرج ويقول انا هعمل ايه، لا، في ايدك تعمل، حتى لو مش تشتغل ممكن تعمل حاجات كتير جدا، كفايه انك تنمي قدراتك. يا رب الكلام ده يوصل لكل الناس، الكبار قبل الصغيرين، ونتمنى جهود اكبر من حكومتنا، ونتمنى استقرار لبلدنا، ونتمنى ان احنا نبعد شبح الموت عننا والقتل اللي مصممه جماعات ان هي تعمله، لكن في الاخر كلنا واقفين جنب بعض، كلنا شعب واحد واقفين للنهايه، ما حدش هيقدر يرجعنا عن موقفنا، وماشيين لمستقبلنا ما حدش يقدر يخوفنا. نشوفكم بكره مع فريق عمل جديد. صباح الفل يا مصر.